بغيت نوضح واحد التفسير بسيط مبسط للناس اللي كيسمعوا ديال شنو هي الوداديه اللي هي جمعيه او الوداديه السكنيه بالخصوص لان كثر عليها الحديث وكاين مجموعه من الوداديات السكنيه مؤخرا الا دخلتي ودرتي في جوجل كتقلب على الوداديات السكنيه غتلقى مجموعه من المشاكل وانواع المشاكل اللي كاينه والناس خصهم قبل ما ينخرطوا في اي وداديه يعرفوا شنو هي بعد الوداديه لانه ملي كتمشي قبل انك تكون منخرط في وداديه هذا معنيته انك كتكون نسبيا مسؤول ماشي بحالك بحال داك المواطن العادي المستهلك العادي اللي كيمشي عند واحد الشركه وكياخذ قرض او ما كياخذوش وكيشري واحد العقار لا ملي كتمشي للوداديه فانت منخرط في جمعيه لك صفه عضو في الجمعيه كتحضر الجموع العامه ديالها من حقك تطالع على التقارير الادبيه والماليه كتعين او كتنتخب كيعني كعضو في الجمعيه العموميه ديال ديك الجمعيه يمكن لك كتنتخب الاعضاء ديال المكتب المسير وبالتالي انت عندك مسؤوليه وماشي غير هذه المسؤوليه فقط وانما عندك حتى المسؤوليه في انك تحمل المخاطر ديال هذه الوداديه دونك ملي كتمشي للوداديه انت كتمشي باش تاخذ واحد الشقه بواحد التكلفه هابطه مزيان لان هذا علاش اختاريتي الوداديه سينو غادي تمشي المستثمر في العقار وتشري عقار عادي ولكن ما يمكنناش ناخذ غير الحاجه المزيانه والحاجه الخايبه معنا ما نديرو بها راه ملي كتاخذ هذيك الصفه ديال المنخرط راه كيف ما كتاخذ الشقه بتكلفه جميله وتكلفه يعني اللي هي هابطه في نفس الوقت راه كتحمل المشاكل اللي كتقدر دير هذيك الوداديه لان ماشي بوحدك فيها مجموعه من المنخرطين وغالبا ما كتجمعش بينك وبينهم شي علاقه ديال الصداقه ولا عائليه ولا كتعرفهم ولا عندك سابق معرفه بهم سواء كتكون وداديه كبيره بحال الوداديه اللي غنهضروا عليها اليوم بالتالي كيكون واحد الناس اللي كيأديو واحد الناس اللي ما تيأديوش واحد الناس اللي كينسحبوا كيبغيو يسترجع المبالغ ديالهم في وسط الطريق وكيقدر داك المشروع ديالنا اللي حنا كاملين كنا عندنا امل انه يسالي في واحد الاجل ديال سنه او سنتين يقدر يسالي في اجل ديال 5 أو 6 سنوات هذه مساله عاديه كيعرفها اي واحد يعني كيفهم شويه في الجمعيات اولا كيفهم شنو هو العمل الجمعي حنا لا بغينا غير نتفقوا نديروا شي حاجه نقدر واحد ولا جوج فينا يعيقوا لنا هذا الاتفاق لان ماشي كلشي كيلتزم بنفس الطريقه وماشي كلشي كيأدي في نفس يعني بنفس الطريقه وفي نفس الوقت وبنفس الالتزام دونك التكلفه ديال السوق يعني انا عارف مثلا فهاد المنطقه كيدير 15000 درهم المتر عارفه في ديك المنطقه كيدير 18000 عارفه في ديك المنطقه كيدير 7000 المهم على حسب الاختيار ديالو كيختار المنطقه اللي بغا وتيختار الشركه اللي بغا وكيمشي ياخذ اما كيشري كاش واما كيشري بالقرض امور واضحه نعم هنا تتكون عنده هو المركز القانوني ديال المستهلك واللي كيبيع ليه عنده المركز القانوني ديال المستثمر مقاول كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو في الاطار ديالو بلاكس يمكن المستهلك عنده بزاف ديال الحقوق لانه كانت شي شروط تعسفيه ولا كتعرفوا قانون الاستهلاك كيحمي المستهلكين في الوداديه او الجمعيه ما كتاخذش بالثمن السوق كتستافد من اعفاءات ضريبيه الى غير ذلك دونك انت كتختار هذا الجانب كلشي ديال الوداديه لو كان هي بهذه السهوله كلنا نديروا الوداديات وما نشروش كاع غيكون عندك شويه ديال السيوله وتمشي دير الوداديه سي فري كو كاين وداديات على حساب سميتو على حساب العقار شحال كيسوا مثلا تقدر تسوى 50 مليون كتعطي 10 10 10 او تعطي 5 5 5 على حساب الاشطر المهم هذا طور عقار في طور غالبا الوداديات كيكونوا غير الوداديه انا كنقول من الافضل حتى واحد ما يسيرها من الافضل حتى واحد ما ينخرط فيها الا ما كانش العدد ديالها محدود علاش لان ملي تيكون العدد كبير ماشي كاع الناس كتلتزم وماشي كلشي الناس كتادي الانخراطات ديالها في الوقت كيبدا يتحمل المسؤوليه المسير كانه هو ادى دوك ادى بالمشروع الى التهلكه وهو ما يمكنلكش طالبه لا قاضي ولا منخرط ولا مشرع ما يمكنلوش يطالب من رئيس الجمعيه انه يؤدي من ماله الخاص باش يكمل المشروع لانه ماشي مقاول هو غير بينيفولا كيتحمل المسؤوليه في التدبير والتسيير نعم باش نوضحوا هذه المسائل لانها مهمه يعني انا كنتحمل المسؤوليه في التدبير والتسيير نعم. ولكن ما يمكنكش تلزمني نخلص على الناس اللي ما خلصوش ما يمكنكش تلزمني نكمل المشروع داخل الاجل لاني التزمت معاك لانه ماشي انا اللي التزمت معاك التزم معاك الشخص المعنوي نعم الوداديه كتلتزم مع المنخرطين ديالها انها هما كيتلازموا على نفوسهم هما كأشخاص كاشخاص ذاتيين كيلتزموا مع الشخص المعنوي اللي كيمثلهم انهم غيتسلموا العقار في هذا التاريخ تحت اشراف مكتب مسير نعم. كاينين مكاتب مسيره وكاينين رؤساء اللي داروا اخطاء جسيمه اللي حد اعتبارها مسؤوليه جنائيه نعم. وكاين اللي دار النصب والاحتيال نعم. وكاين اللي كيستحق العقوبه